مرحبا ومسهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد، وما زلنا متواصلين معاكم. وضيفنا الجاي ضيف مميز، رسام كاريكاتيري ساخر يستمتع وهو يرسم عن الواقع، واحنا نستمتع بمتابعته. رحبوا معانا بالرسام راشد الكواري. يلا حيا. مرحبا. زين لك ما دخل ترانسيت اليوم يا راشد. وانت بصحة سلامة. مرحبا يا راشد، ايش حالك؟ عساك طيب. والله بخير. يقول لك زين لما دخلت رانسيد، يقصد هو حمله رانسيد. ايه يعني لا هو داري. ايش حالك يا راشد؟ عساك بخير. عساك طيب. الله يعافيك. الله يسلمك. كيف الحال؟ شلونك مع العيد؟ والله ذكريات العيد. خلينا نبدا معك من الذكريات الطفوله. وانت صغير كنت ترسم كاريكاتير ولا؟ أكيد والله رسم على الدفاتر ودفتر الرياضيات بالذات. لا هذا بنرجع لدفتر الرياضيات، نبي نعرف موضوع وش معنى دفتر الرياضيات. طيب لاني كنت شاطر وايد في الرياضيات. هذا الدليل انك ترسم عليه. كنت وايد يعني مركز على المدرس المفروض هذا المفروض شاطر في الرياضيات تركز اقلب الجمله. زين احنا يمكن تكلمنا عن رانسيد، يعني فكره رانسيد، فكره يعني جريئه ولقت قبول الحمد لله عند الناس، يمكن انا من متابعين على الانستغرام. نتشرف. الله يسلمك. ليش ما تحولت الى التلفزيون؟ والله هذه ما ادري اذا السؤال يوجه لنا ولا حق المؤسسات الموجوده في الدوله. احنا بديناها كحمله اول شيء شبابيه، فبالطبيعي نتوجهنا حق الشبكات الاجتماعيه. فالجمهور عندنا موجه يعني موجود في الاماكن اكثر من انه يطالع التلفزيون ولا هاي. فهذا كان الاساس عندنا. بس يعني مثلا قناه الريان هي كانت من اوائل القنوات اللي تكلمت عن حمله حتى قبل ما تطلع. اتذكر تقرير اخوي سعود الله ومساعه شفته. نعم. سعود المعضيد. سعود المعضيد ما قصر يعني معانا، فهو سوى تقرير عنه وصراحه ساعد يعني في طلعه الحمله. بس ما تفكروا راشد انها تصير يعني تحول الى حلقات في التلفزيون؟ والله هذه خطه يعني انتم حاطينها للمستقبل. بالعكس يعني المواد موجوده يعني على اليوتيوب هاي، فاي قناه حابه ان تاخذ المواد هذه وتحطها وتبثها احنا بالعكس نرحب بهالشيء وما نعترض ابدا. نعم. زين راشد، اذا يعني الناس الحين عارفين ان راشد رسام مميز، الان لابد ان احنا نطلب منك ايضا رسمه ومتابعه خلال الحلقه، يعني احنا لين الساعه يمكن 11 نطول راح نخلص لانه طويل. فكل فترة راح إن شاء الله يعني نطلع بنشوف وين وصلت لأي مرحلة ويشوفون المشاهدين. أما من ناحية بالنسبة لحملة ترانسيد، فإذا فكرت أنا أقولها لكم أمام كل المشاهدين، إذا فكرت بأنك تحولها إلى فكرة تلفزيونية فكل أو أي فكرة ثانية يعني بهذا الخصوص، فقناة الريان فاتحة أبوابها لك ولكل الشباب القطري اللي ممكن أنه يساهم في مثل هذه المشاريع. هذا مو غريب عليكم، يعني أنت من الأوائل اللي سلطت الضوء على هذا. واجبنا يا راشد. الله يسلمك. تستاهلون يا راشد. الله يطول عمرك. نعم. إبراهيم أنا ودي أرجع. خلاص. بس أنا من بخلفان من المواهب اللي إحنا يعني سمعناها عنك أنك فنان تشكيلي وحصلت على جائزة في القلايد. اي نعم نعم الله يسلمك. انا عضو في الجمعيه القطريه للفنون التشكيليه وعضو منذ سنوات، ولكن منذ العام تقريبا نقول احنا 86 او ما بعد هذا العام توقفت عن الرسم بشكل كبير وما انجزت اي عمل تشكيلي في خلال الفتره هذه اللي مده تقريبا 13 سنه، يعني ما رسمت بعيد عن الالوان، بعيد عن الزيت، بعيد عن الكانفس وحتى الفعاليات الفن التشكيلي ما اشارك فيها. لكن بعد الفتره هذه وفي العام 2011 قررت بان اعمل معرض تشكيلي خاص، ولله الحمد وفقنا الى حد ما بعرض بعض الاعمال كانت تقريبا شكرا تقريبا 30 عمل فني تشكيلي في كتاره، في احد قاعات كتاره. اشكر اداره كتاره على الموافقه
واعتبرها هذه هي عوده من جديد الى عالم الفن التشكيلي، ولا زلت حقيقه امارس هذا الفن التشكيلي. انا قبل لا ادخل عندكم في الاستوديو كنت اشتغل في احد اللوحات، لكن تسحبتوني عندكم في الاستوديو. نبي نشوف اللوحات على قناه الريان اذا امكن يعني. ان شاء الله يعني احنا انا حاضر في اي وقت، اللوحات والاعمال موجوده، ونتشرف انا اتشرف بان تعرض اعمالي على قناه الريان باذن الله. احنا اللي نتشرف كابتن ابراهيم. احنا ترى الحين قاعدين نشوف مشاهدينا طبعا على المربع الاخر للصوره، راشد بدا يرسم، فانا ما ادري وش راشد بدا يرسم. شكلك يا راشد انا الله اعلم اذا بتنبا بمستر فوجي اللي مع جلاندايزر او شيء. توني بقول لك كنا جلاندايزر. احنا راح نخليك ترسم على راحتك راشد، بنشوفه بعد ما يعني بعد فتره تكون ملامحها بينت. مشاهدينا الكرام احنا راح ننتقل لمجلس رمعه مع الزملاء في مجلس رمعه، فابو ثامر كلمه عندك. يعطيك العافيه ناصر. الله يعافيك. وخالد بيض الله يجيكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد ما طرحنا ايضا اللغز الاول اللي اتمنى ان شاء الله انكم قدرتوا توصلون لرمعه اللغز الاول. اللي ابو حمد يقول الغازنا سهله، وانا قلت له اللغز الاول ما اتوقع انه سهل، ولكن هو يقول اللغز الاول سهل. نشوف الحين مع ابو احمد. ابو ثامر قبل ان ارد على ابو احمد، اول شيء كابتن ابراهيم خلفان مبارك زواج ولده، ولكن الشيء اللي ما كان معروف وكشفه ناصر الخليفي امبارح برضه لابراهيم خلفان لانه متزوج وما كان حد يعرف، ولكن ابراهيم ناصر الخريفي كشف الشيء هذا. فنقول مبروك يا كابتن ابراهيم خلفان، مبروك زواج ولدك، ونقول مبروك زواجك ان شاء الله. هذه المعلومه انا ما ادري فيها. احنا احنا نعرفها لكن ما كان حد يعرف، بس ابوه مبارك الله يجزاه خير كشف المغطى. على كل حال والله متزوج هو، ونقول مبروك ان شاء الله زواج الولد وزواج الشايب. يستاهل ابو خلفان ويستاهل مش شايب ابراهيم المتوسط. طيب من اللي معنا؟ احمد. ابو احمد. ابو احمد مرحبا ومسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير ومساكم الله بالخير، وعد الله علينا وعليكم ان شاء الله كل عام وكل سنه ان شاء الله. الجميع ان شاء الله على طاعه الله. رمعتك يا ابو احمد. قبل الرمعه يا ابو حمد مثل ما ذكرت قبل شوي، نبارك لابو خلفان وجعل عرس مبارك، نبارك له ونبارك للكابتن الكبير خلفان ولده، وجعله ان شاء الله يعني على التقوى، والله يوفقهم ان شاء الله، والله يبارك لهم. الله يبارك لهم يستاهلون. بمناسبه زواج ابراهيم وولده خلفان نبيكم تساعدونا في اللغز. ابشر. اشوفها صعبه شوي. لا ابشر بسعادتك، يعني ما وصلت الحل. والله ما خمنت، لكن والله ما ادري يمكن تكون صعبه شوي، ماني متاكد صراحه من الرمعه، لكن نبيكم تساعدونا. طيب. انتم ان شاء الله كريمين وحنا نستاهل وعيد يعني. وعيد، وعشان زواج الكابتن وولده نقول ابدأ ولا يهمك. انشدك عن رجل بلا جسم معظام، ياخذ طرف علمك وياتيك بعلوم، نايم وشريانه يصحيه الانام، قلت تالي اسمه واول الاسم مفهوم. اظن والله واضح ما يبي يعني خيارات. والله يا ابو حمد لكن انا عندي رمعه وماني متاكد منها صراحه، اذا بتساعدونا. تتوكل على عطني، يمكن ان شاء الله ما تحتاج مساعده. انا اللي عندي التليفون. والله منك ما انت بعيد، ولكن غير صحيح، غير صحيح. اذا الرمعه في غير محلها او بعيد، بعيد التليفون بعيد. وين وين حول ابو حمد؟ يعني التليفون بعيد طرف الديره. طيب طيب معنا بعد علي على الخط. مرحبا يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل عام وانت طيب. والله بخير. مرحبا وسهلا. عليكم بخير، عيدكم مبارك. الجميع عند كذلك، الله يحييك. رمعتك يا علي. رمعتي ان شاء الله جوجل. يا سلام عليك، يا سلام عليك، تستاهل والله. منين دخلت علي يا علي؟ اي شطر؟ انا اتوقع انه ياخذ طرف علمك وياتيك بعلوم، اتوقع ان هذا مفتاح يعني يدل عليه يعني، صح ولا لا؟ نايم وشغيانه، وايضا نايم شغيانه يصحيه الانام. ايوه. قل تالي اسمه جوجل، قل تالي اسمه واول الاسم مفهوم. نعم. اذا تستاهل 2500، مبروك وكل عام وانت طيب. طيب اذا لذلك احنا ما نبغى نحط خيارات علشان فيه ناس عارفين الحل. طيب اذا حل اللغز الاول كان جوجل، وكان واضح اللغز جدا اصلا، حتى ما يحتاج مساعدات مثل ما ذكر ابو حمد. بعض الالغاز السهله
تحتاج للتفكير. احنا نبيكم تفكرون، نبيكم تفكرون في مسألة تفكيك اللغز وايضا تفكيك ابيات اللغز. طيب هذا بالنسبة للغز الاول ويستاهل عندي 3000 ريال. خلونا ناخذ ايضا اللغز الثاني. ابو حمد ورتهون اللغز الثاني ابو ثامر، انا بنشد اللي يفهم اللغز ويحله. عن اثنين متساويين تنقل ومنقوله، من بينهم جسم توديه وتشله، واللي اختل منهم واحد صار برجوله. نعيد اللغز، انا بنشد اللي يفهم اللغز ويحله. عن اثنين متساويين تنقل ومنقوله، ومن بينهم جسم توديه وتشله، واللي اختل منهم واحد صار جسم برجوله. انتهى. انتهى اللغز ابو حمد. انتهى. اتوقع اللغز هذا كاشف عن نفسه. والله عاد ان شاء الله، بس ما يجينا واحد يقول اختيارات. والله ما يبي له اختيارات، اللغز هذا ما يبي له اختيارات. كله والله كلها سهله. واضح. فالكم التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله اول متصل ياخذه ب 3000 ريال. ضيفنا الكريم المنشد راشد الجزوه المري، حيك مره ثانيه. الله يبقيك. وكل عام وانت طيب. وانت طيب. ونبي نسمع من راشد بن جزوه. في البدايه الله يمسيكم الخير جميع. كل عام ان شاء الله وانتم بخير والشعب بطريق الخير. هذه شلة طبعا قصيدة جديدة وحصرية، وهديها لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني، وهديها لوالدنا والد الكل الشيخ أحمد بن خليفة بيض الله وجهك. القصيدة لأخوي الشاعر راشد بن محسن الكويدة. ونعم قصيدة. ونعم بحالك نداك استاهل. أنا اختصرت منها 6 أبيات علشان ما أخذ الوقت على وجهك. أغلبية المنشدين قبل لا يبدون حتى وإذا كان الصوت يساعد يقول اعذروني عصفت، وأنا ظاهر اليوم اللي بقول لكم اعذروني عصفت. بيض الله وجهك. كيفين حضورك يا راشد؟ وجهك أبيض. الله خلقنا في بلاد الخير نزرع ونحصد على سلوم أجدادنا نحفظ عهود أجدادنا نعلم اللي في المهد بمجاد من هو في الأحد ما ورثوه أجدادنا نوصي عليه أحفادنا يبقى ولا نال بلادنا دولة قطر وشيوخنا ذخر وسناد دايم تشاوش روسنا والطايلة تقنادنا العام في خير ورغد واليوم في خير ورغد والحمد صنع شيء والله زادنا من بعد أبو مشعل حمد وقفت ميم بن حمد ولا يخالف سيادنا إلا عيال سيادنا وتبقى قطار خير ورخاء وتربها أغلى من مكاسبنا ودم كبودنا سؤال بيض الله وجهك. وجهك بيض الله وجهك. كان استمرت من الشحام. وجهك بيض الله وجهك. الله الشاعر راشد راشد بن محسن الكويدة. بن محسن الكويدة من الشعراء المعروفين. بيض الله وجهه. وجهك مبدع والله يا راشد مبدع. بيض الله وجهك. وجهك أبيض. على حضورك. وبعد احنا لحد الحين ما خلصنا، نبي ونبي ونبي، لكن بيض الله وجهك. بنرجع مره ثانيه لاخواني ناصر وخالد. شكرا يا ابو ثامر، نشكر ضيفك، نقول صح لسان اللي قايل واللي نزع. خلفان ابراهيم خلفان هو اللي تزوج يا ابو خلفان. صح ومغلق ابو احمد المتصل اعتقد. بس لحظه، هل انت تتاكد لك بالزواج؟ يبارك لك بزواج خلفان. بس لحظه كابتن ابراهيم. نعم. هل انت تتاكد ان اللي امس كان زواجك ولا زواج ولدك؟
انا اكد ان اللي امس كان زواج ولدي. كان زواج ولدي يعني مو بزواجك هذا انتم تقولونها. جعلها مبارك ان شاء الله. لا هذا مغلب كان من الشباب في مجلس رامعه. يا مرحبا من ناصر الزعبي. لان ناصر الزعبي يحرض دائما الشباب على كل شيء مقبول منهم. الشباب مقبول منهم الله يرحم والديهم. ابو عراب ياك ان شاء الله. يمكن الشعار بعضهم يتخصصون في وصف الطير او في وصف الابل. ايش رايك انت في تخصص الشعر؟ الشاعر وين يلقى هوايته؟ تلقى لك شاعر مبدع في الغزل، تلقى لك شاعر مبدع في الهجاء، مع ان الهجاء ما فيه ابداع ولكن يعني حتى في من على وقت الفرزدق وجرير. كذلك الوصف يعني فيه مقوله قديمه يقول لك انما الشعر الوصف من على الزمان الجاهليه. فوين الشاعر يلقى نفسه؟ انا اعتبره يعني من نجاح الشاعر وين تلقى نفسك في الابداع؟ تسلط الضوء على موهبتك. نعم. ما تشعب نفسك في أشياء أنت مثلا ما تبدع فيها. الإنسان عموما يعني مش الشاعر الوحدة، الإنسان دائما في الطريق اللي هو يبدع فيه. نعم. يسلط الضوء على الشيء اللي هو يحبه أو على ما قال هوايته. صحيح، هوايته. والشعر الشعر روح يعني. الشعر إذا كان الشعر تصنع أو الشعر تقدر تتعلم. تقدر تتعلم الشعر مثل ما تتعلم أي صنعة. إذا كان وزن وقافية تقدر تتعلمه، ولكن الإبداع ما الإبداع موهبة من الله. موهبة من الله. موهبة من الله. نعم. نعم. بإذن الله. أنا ودي بما أن احنا في مجال الطيور ومجال البل، يعني إبراهيم أنت شاركت في بطولة القلايل. صح. في مسابقة بطولة القلايل للفن التشكيلي وفزت بالمركز الأول. صحيح. إيش يعني لك هذا الفوز؟ وهل كنت متوقع هذه الجائزة ولا لا؟ أنا للأمانة أخوي ناصر شاركت في هذه المسابقة ليس الغرض من المشاركة الفوز بقدر ما كانت للمشاركة فقط. وأيضا حتى في قبل المشاركة كانت هناك في لجنة لإجازة الأعمال. أنا كنت أقول إن شاء الله هاللجنة تجيز عملي للمشاركة في هذه المسابقة، ولكن أنا فوجئت حقيقة بفوزي بالمركز الأول. ليس تقليلا من قدراتي، ولكن أيضا بثقتي بزملائي الفنانين والفنانات القطريات والقطريين أيضا بمدى قدرتهم على الإبداع، على القيام بأعمال فنية رائعة. ولذلك كانت المنافسة شديدة حقيقة. كان تقريبا 60 عمل أو 62 عمل، لكل فنان عملين، وإحنا تقريبا 30 فنان وفنانة. فبالتالي المحك كان صعب جدا وقوي، ولكن ولله الحمد وفقت بالحصول على المركز الأول، وهي كانت مفاجأة بالنسبة لي، ولكني أعتبرها انطلاقة جديدة. استوى. وأيضا لمعرفة الساحة الفنية القطرية إن صح التعبير بالمرحلة التي وصلت لها كفنان تشكيلي لمساهماتي المتواضعة إن صح التعبير، وأيضا لعملي ولرؤيتي في هذا المجال. تستاهل. راشد وين وصلنا؟ ترى راشد أنا بقول لك شيء عن معلومة عني. أنا ما أحب الرسم صراحة، مع احترامي للرسامين كلهم. ليش؟ ما أعرف أرسم فما أحب الرسم. ترى ما يبي له شيء. معقدني مدرس الرسم يا مطلوب. يقول له ما يعرف ترسم. ترى كنت باسط في الرسم مرة. أنت بتضغط الرسم؟ والله على الحفة. وين وصلت راشد في رسمتك؟ الحين خلصت نسميه السكتشنج أو الرسم بالرصاص. احنا قاعدين نشوفها راشد الحين، يشوفونها المشاهدين. شو اللي ناوي ترسمه يعني؟ ما أنت دام تتكلمون على العيد وال أنا الحين أوصف حال بعض الناس اللي خاطرهم يسافرون قاعدين في الدوحة. اللي ما سافروا. فالرسمة فكرتها أن هذا الشخص زعلان ودموع أربع أربع. بالعكس هذا إحنا موجودين. راشد هذا إحنا موجودين بالعكس، مستانسين كلنا ومشاهدين كلنا. والله ما في أحلى من عيد. أيه أكيد العيد في الدوحة ما غير يعني. بس يعني إجازة العيد يعني. إجازة عشان الإجازة. أيه. يعني. هذا اللي جاز من قريب الكويت ولا أي مكان. خلاص على ما توضح الصورة راشد راح نروح لزميلنا ناصر الخليفي في سوق واقف ونشوف شو السؤال اللي محضره أبو مبارك. أبو مبارك مساك الله بالخير مرة ثانية. الله يمسيك بالنور والعافية ناصر. طبعا أنا قبل السؤال والله عندي واحد من الأخوان من المملكة العربية السعودية حب يبارك ويهني ويبارك لكم بالعيد، فإحنا قلنا له تفضل. الله يحييك بين ربعك وأخوانك. الله يمسيك بالخير. مساك الله بالنور. شلونك؟ خير جالك. شو اسمك؟
بدر بن ذياب الحريص طيري. شلونك يا بدر؟ والله بخير، جلك بخير. هذا الربع حين يشوفونك على الهواء مباشر، وعيد عليهم وفالك طيب. عيدكم مبارك للاخوان والوالد والوالده وكل الربع عندنا في الاستوديو مسويين رسمه حق اللي عن اللي ما يسافر، وانه احنا نقول اللي يجي قطر هني ويستمتع في سوق واقف كانه مسافر، ايش رايك؟ لا والله صحيح، قطر ما شاء الله عليهم واسواقها ما شاء الله، وسوق واقف ما فيه كلام مره. الله يحييك. أيوة احنا تشرفنا بوجودك. بارك الله فيك. والساعه المباركه. الله يحييك. الله يحييك. بارك الله فيك. يا مرحبا. بارك الله فيك. ناصر، هذا طبعا الضيف يبي يسلم عليكم، وقلنا له فالك طيب وتعيد على الاخوان. هذه الله يحييك، قلنا له الساعه المباركه، وبعد قال ابو صقر انا عندي شيء ابي يقول لك، لا تنهم الحين، انهم بعدين. نبي لا عندنا بنسأل. قول ايش رايك؟ يلا توكل على الله. سؤال عندك ولا عندي؟ سؤال عندي كان موجود بيدي. جهز السؤال زين، توكل على الله. السؤال هذا هو موجود بيدي، هذه يسمونها نجمة البحر، اسمها نجمة البحر اللي معروفة كذي يقولوا عنها نجمة البحر، لكن لها اسم عند هل البحر عند هل قطر. وإذا تبون أم سعود، الله يمسيك بالخير. هلا أم سعود، شلونك؟ جاك بخير. حتى نجمة البحر شو اسمها؟ والله عطني احتمالات. أنا جاك. أنت من وين يا أم سعود؟ أنا من هل البحر. أي من وين؟ وين من أي مكان؟ من المعيذر. معيذر معذوره، ما دامك من معيذر معذوره معناته انت بعيده من البحر، لكن بنعطيك احتمالين وفالك طيب. الاحتمالين واحد منهم صح والثاني بعد بنخليه صح ان شاء الله. قول الاحتمالين. يا العوعو. ايوه يا العوعو. يا نجمه البحر. يا نجمه البحر ولا يا العوعو؟ لا نجمه البحر. ايش رايك؟ نجمه البحر. احنا من البدايه قلنا نجمه ولا البحر ولا العوعو؟ يا نجمة العوعو. البحر يا العوعو ولا الاثنين؟ ولا الاثنين؟ لا لا توكلي على الله، تقول الاثنين وتستاهل. هو هذا صح وهذا صح، لكن تستاهلين. والله يبارك لك. الله يبارك لك. ولا يهمك، هذه يسمونها نجمة البحر عند عيالنا. يعطيك العافية. أي واحد بيتصل عندنا في سوق واقف، وخاصة عند أخوي بصقر، فايز. هذه عيدية وتستاهلين. ويستاهلون والله. وانت تغششهم وبعدين تهمني ان انا اللي اغششكم، وهو اللي يشر فالك طيب. تستاهلون والله. ناصر اسمعني، ابي اقول لك شيء قبل لا اسلمك. تسمعني ناصر؟ اسمعك مبارك، تفضل. قول حق بخلفان، قول له يا صاحبي زل اشتا وقبل الصيف على اللوحه اللي وعدني بها. ايش كثر باقي لها؟ قول له ايش كثر باقي لها بس، وهو يعرف اللوحه وبعدين تقدرون تناقشونه. الميكروفون عندكم، صوت وصورة عندكم، وأنا راجع لكم بعد شوي إن شاء الله. ما قصرت يا ناصر، وأسئلتهم سهلة. أنا أتمنى أن سالم بن ثامر يعني شاف الأسئلة وشاف سهولتها، يحاول يجاري يا نجمة البحر يا العوعو. يا العوعو كلها حل وكلها حل. لا كانت نجمة البحر هي. ما أدري والله ذي الصديق بعرار. قول لها الاسم إبراهيم. الرسمة اللي وعدت فيها أبو مبارك. يبشر ولا يهم أبو مبارك. يقول وين وصلت؟ ولا الحين طول؟ لا هي خالصة، هي خالصة على الاستلام الحين إن شاء الله. بس ما شفته ناصر من فترة، وهو من خش شوي عني، وإن شاء الله بعطي إياها. خلاص إن شاء الله يبشر. يستاهل الله إن شاء الله. بعرار يعني أنت من الشعار المعروفين ومن الشعار الجزلين، ولكن لك يعني مقل في الظهور الإعلامي يا بعرار. والله المشاكل المشاكل، الله يبعدنا عن المشاكل. الله يبعدنا عن المشاكل. الله ما مين المشاكل. ترى لا مو محسن. أنا المشاغل يا أخوي، المشاغل. والشعر يبغي تخصص. نعم. يعني في أنت شاعر تبغي توفر وقتك كله للساحة الشعرية، لازم تهمل لك أمور أخرى
لأن الشعر يا أخي الشعر جهد. في ناس يظنون الشعر يعني أنه بس وين ما طرالك بس كتبت قصيدة. نعم. الشعر مثل أي عمل يعني لازم أنك تتقنه. والمشاغل يا أخي صحيح وظروف ومشاغل وفي الإجازات على المقانيص. ولكن قبل ما أسألك عن المقانيص، تحب الأماكن المرتفعة ولا ما تحبها؟ والله خالد نحبها دائما ولكن فيها بعض يعني على ارتفاع 4000. لا اذا جبال وهذه ما عندي مشكله، لكن مثل الارتفاعات ناصر هذه اللي 5000 على برج لا. زين خلينا نشوف هذه الصوره اللي كانت على ارتفاع 4000 قدم تشوفها. شوف يا ابو عرار هذه كانت على 4000 قدم. متر ولا قدم؟ 4000 قدم. هذه صور هذه صور لك في الانستغرام. هذه وين كنت قانص ابو عرار؟ هذه الله يسلمك كنت في قرغيزستان، في جبال في قرغيزستان، كانت على الحد يعني بين قرغيزستان والصين. وكان في مقناص صيد اللي هو مقناص صبة، وهذا الأخ اللي معاي اللي تشوفه مادة الدربيل هذا من المرافقين القناصين. وكنا مزينين لنا مكان وننتظر يعني الصيد يظهر من بين، لأن هناك عندهم شجر يختفي فيه الضبة تختفي فيه، وكنا نصبر بالحين على أهبة الاستعداد. وعلوم الصيد كان يا والله ابشروا بالخير. كتبت شيء من القصيدة هناك؟ ما تهيضت يا بعرار كتبت شيء؟ والله كتبت أبيات لكن ماني بحافظها. يقول يلا هبهالني حد الصيد ويجيبه، الله الله الرمي واقع وعوق الصيد مشحونه، اما ان ما حكمنا على كوعه مضاريبه سقنا هدفها مرد ذنيه لقرونه، ميراث عود على طيبه ان ما ريبه دام الفعايل بطيبه الاسم مقرونه. والله اني ناسيها لكن من الابيات حفظي قليل انا يعني. نعم نعم صح الله لسانك. اهم شيء ربك ستر تصيد الجزل. ابشرك ان شاء الله. الحمد لله مثل القصيد ابشرك. القصيد جزل، احنا نبغى رب الصيد جزل ان شاء الله. وقريب بعد ان شاء الله رايحين. اي وين؟ وقاسمكم موجود ان شاء الله. بيض الله وجهك. قسمكم موجود خاص هذا الفريق قناه الرياض. مقبول مقبول. الله يطول بيض الله وجهك. عمرك قصور يا بعض. احنا ايضا متواصلين معكم ضيوفنا ومع المشاهدين الكرام، لكن بنطلع فاصل صغير وبعد هذا الفاصل راح نكمل معكم سهرتنا. لا تروحوا بعيد.